هنروح للمزيكا بقى. لما نقول ان مصر بلد الفن والمزيكا يبقى احنا مش بنكذب ابدا. كل يوم وكل وقت بتلاقي نجوم بيطلعوا اصوات حلوه جدا مفيش زيها بيظهروا على الساحه، وده اللي حصل بالظبط مع محمد العريني واخته الصغيره تغريد العريني. على الرغم من انهم عندهم ملايين من المشاهدات والمتابعين على السوشيال ميديا، بس من امبارح كانوا ترند، وده بسبب فيديو ليهم مكسر الدنيا. الفيديو خلى الشاعر ايمن بهجت قمر عايز يوصلهم باي شكل. الحقيقه هم صوتهم حلو قوي، تعالوا نروح نشوف نرجع تاني. في ناس جميلة قوي وعايشة حلاوة روح وبيفيد الجمال، لو عايشت بيه مجروح وعالجمال فيك. يا سلام، اصل الجمال لو غرف يكويك بنار ليالي. ده مهما كان الجمال مسيره بكره يروح، ده مهما كان الجمال مسيره بكره يروح. ده عشق الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوة روح. الله الحلاوة، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ وايه تغريد والصوت ايه الصوت ده؟ ما شاء الله، محمد وتغريد مش معقولين بجد. صوت بسيط بيخش القلب بسرعة، إحساس ما حصلش. إحنا وصلنا بقى لمحمد العريني، هو معانا دلوقتي على التليفون، عايزين نعرف منه إيه قصة الترند ده والسوشيال ميديا اللي هي خلاص معاهم مكسرة الدنيا. إيه قصة الفيديو الترند ده يا محمد؟ إزيك الأول، بنرحب بيك محمد. الو الو، سمعنا يا محمد؟ تغريد، حد طيب يا جماعه؟ طيب هنرجع نتصل. انا لما اكلمه انا عايزه اقول لك انا مبهوره كمان بالبنوته الصغيره تغريد. هو اكيد في حد بيدربهم، هي في موهبه حقيقيه طبعا، واضح انه في حد صوته حلو في العيله، حد دربهم على الغنى الصح، المقامات صح جدا جدا جدا، بيسلموا بعض بشكل جميل، والاحساس مش معقول، منتهى الروعه. انا مبسوطه جدا. مساء الخير يا محمد. مساء الفل، اهلا وسهلا بيك يا محمد، منورنا. وكلمنا عن الحلاوه دي، يعني انتوا طبعا مشاهير على السوشيال ميديا، لكن الترند من امبارح قالب الدنيا، ايه الحكايه؟ حبيبتي يا دكتوره نميله، اولا انا احب اشكر برنامج حضرتك جدا. الله يخليك. وانا ليا الشرف ان انا طلعت مع حضراتكم. يعني والله الفيديو ده جه صدفه معانا كده، فاحنا بننزل فيديوهاتنا على تيك توك، فالفيديو ده جه صدفه معانا كده، ف لينا امبارح بقى الاستاذ ايمن منزل الفيديو وعامل انقلاب على الفيديو. ايمن بهجت قمر طبعا، شاعر كبير. الحمد لله يعني. طيب ما احنا بنتكلم بقى انه هي مش صدفه انه عالي، لكن مش صدفه ان في موهبه حقيقيه الحقيقه. كلمنا عنها، يعني مين صوته حلو في العيله؟ بتتدربوا؟ جت ازاي؟ والله احنا يعني اسره بسيطه ابتديناها من وانا اول حد كنت في البيت من والدي يعني. ايوه. فجيت بعد كده احنا 5 اخوات كلنا عندنا نفس الموهبه، يعني في مننا اللي بينشد ديني، وفي مننا اللي بيغني زي تغريد مثلا عشان حكم سنها وكده. فانا اكتشفت تغريد وفضلت معاها ادربها وامارس معاها الغنى لحد ما يعني شفتها بالجمال ده. جميل جميل. طيب محمد، عايزه اعرف منك مين بقى المشاهير والنجوم اللي انت نفسك تشارك معاهم تغني ليهم؟ والله كتير جدا، انا بحب الناس اللي على الساحه كلهم. الفنان تامر حسني، يعني رامي صبري، كل الناس الجميله، احمد سعد، كل الناس دي جميله قوي. انت اخترت الناس كلها عندها ايه احساس؟ يعني انا ما افهمش طبعا زي دكتوره منى في المزيكا قوي كده، يعني ضريعه، بس انت
كل اللي اخترتهم عندهم احساس رائع جدا. على فكره يا استاذ محمد سامي رئيس تحرير، لازم ان شاء الله محمد العريني يبقى معانا هو وتغريد بكره، بكره مش اي يوم تاني ان شاء الله. فضلك. تمام اتفقنا. موافق يا محمد؟ اكيد طبعا، ده شرف ليا. تنورنا. طب طبعا هنيجي ونغني مع بعضينا بقى كلنا في هيصه وزمبليته في الصالون ان شاء الله. لكن احنا سمعنا ان في تعاون مع النجم احمد حلمي. حصل دي بقى مفاجاه السيزون. جت ازاي؟ الموهبه دي لقيت الاستاذ احمد كلمني من فتره كده وقال لي ان في ان هو مبسوط بموهبه تغريد جدا، والحمد لله يعني هو بيعرضوا مسرحيه ميمو في السعوديه. جميل. تغريد معاهم يعني، بس فالحمد لله. قد ايه هو فنان عظيم وبيثبت كل فتره ان هو عظيم لانه مهتم بالمواهب الجديده ويتصل بنفسه ويبادر يعني، وبيكون مطلع رائع على كل حاجه. بحييه طبعا فنانك يعني احمد حلمي، بيبقى مطلع على كل حاجه، المزيكا، الاصوات، الفن، الفن التشكيلي، يعني تلاقيه دايما عنده والمبادرة على طول بينفذ يعني، بيدمجهم في عمل فني على طول. ولكن خلينا، هتعملوا دويتو انت وتغريد قريب؟ اكيد طبعا. احنا مش هنطول بقى على الحوار ده كتير عشان هتكون معانا بكره ان شاء الله، خدنا وعد منك استاذ محمد سامي. تنورنا انت وتغريد باذن الله، ونستمتع بيكوا كده في ستات ما فيهوش كذب ان شاء الله. بنشكرك يا محمد واستمر بقى ان شاء الله، يعني عايزين نسمع حاجات كتير وجديد، وان شاء الله تنورنا بكره ان شاء الله باذن الله. عندنا ايه النهارده؟ معانا يعني فقرات متميزه جدا. اول حاجه هنبتدي بفقره جمعيه البر والتقوى، وضيفنا هيكون فيها دكتور يسري عام امام وخطيب جامع عمرو بن العاص، وان شاء الله هتكون مع حضرتك. الفقره دي هتكون مع منى عبد الغني. الفقره الثانيه في ذكرى رحيل حكاء الدراما الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، لقاء خاص مع ارملته الفنانه الرائعه سميره عبد العزيز، وقصه حب وزواج استمرت لاكثر من 35 سنه، كواليس لاهم مواقف الدعم والمسانده ولحظات الحب والتضحيه. يعني ان شاء الله فقره مهمه. طبعا هتنورنا الفنانه القديره سميره عبد العزيز. وبعد كده إيه فقرتنا الثالثه بقى من وحي السيره النبويه، وافضل الطرق للتقرب الى الله سبحانه وتعالى بين الرضا وبين اسمه ربنا او ما قسمه الله لنا وبين جبر الخواطر، مع الحاجه ياسمين الحصري اللي هي طبعا نور البرنامج، وربنا ما يحرمنا من هذا النور باذن الله على طول. يا رب. اخر فقراتنا مع الشيف محمود سعد، وعامل لنا النهارده فراخ مشويه بالخلطه ومكرونه بالكريمه والمشروم. شفت بقى شيف؟ شفت الشيف دي بتتقال ازاي؟ يعني اقدر انا حضرتك بتقوليها على فكره. ايه الجمال ده؟ حضرتك بتقوليها على فكره على طول.